اللهم صل وسلم على حبيب مصطفى. كديرين؟ صحة لاباس؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم غادي نديروا البسطيله ديالنا، نسالكم الطريقه ديالتي. المهم هنايا عندي نقله وعندي طنجره. الطنجره فيها الماء، ودرت في الطنجره فيها الماء، درت عليها اوراق سيدنا موسى، وكذلك النقله حتى درت فيها الزيت واوراق سيدنا موسى. دابا غادي ناخذ البصله وغادي نقطعوها جوج بصلات. المهم انا بصراحه عندي خضره تبارك الله كثير في الثلاجه، وحاولت انني نقص خضرة. عندي الفلفله الخضراء والحمراء ما شاء الله، درت بها الزعلوكه راه كنت شاركتها معكم. دابا هنايا غادي ندير البسطيله بالخضرة وفوغونيرو. هاد الحوت سميتو فوغونيرو بالعربيه، والله ما عرفتو حيت انا ما بيني وبين اسماء الحوت غير الخير والاحسان. هاد الراجل اللي قال سميتو فوغونيرو. المهم اللي بغى يدير هذاك ولا بغى يدير كوربينا، المهم اي حوت نتوما عندكم فيه يعني فيه اللحم او اللي فيه الهبره خدموه، واللي ما عندوش يدير غير الطاسه ديال التون. والله الله، واللي ما عندوش الطاسه ديال التون يدير اللي موجود غير الخضره كاع فقط. كتجي صراحه كتجي حلوه ولذيذه. وهنا كما كتشوفوا كنحاول نقطع البصل قطع رقيقه وصغيره. ولا عندكم بصلة وبيضة يكون احسن واحسن، كتكون حلوه. المهم هذاك الا ما تديوش على داك الصلصه اللي كنصب، حقاش هذاك بوحدها هذاك ابار. هذاك الصلصه اللي كنت صبت للزعلوكه عاد اللي كنعاود نصب واحده اخرى. المهم دابا اللي مهم هو تركزوا على البسطيله. تركم البصله ونديرها في المقله ديال البصله. صافي كتوقع لكم فاش كتبغي تقولوا شي كلمه كتمشي من القاموس كتقلبوا عليها كتجبدوها من قاع البير. هذاك تقولوا سميتك سميتها، قولوا سميتها، قولوا سميتها، مشات مع شبوتكم مشات ليها تحيه الام رباب ورحاب. مره مره كيهرب لنا الفريخ. هذا رمضان، هذا الله يتقبل منا ومن الجميع يا ربي الحبيب. المهم غادي نقطعوا، نكملوا نقطعوا البصله ديالتنا ونزيدوها على البصله الاولى اللي درنا في المقله. يعني راه باين سهله القضيه. قطعوا البصله وغتبكيكم وبكيوها نتوما وبكيوها في المقله تتقلى. صافي دابا هنا الحيده كنصصها ديال تيلي طابت، ونرد المقله للجهه اللي فيها الفرن كبير، وكنزيد الملحه للمقله والملحه للطنجره ديال الماء. هنا كنقطع الفلفله الخضراء حتى هي مكعبات صغيرة أو مربعات صغيرة، ونفس الشيء للفلفل الأحمر قطع صغيرة مع التحريك المستمر مرة مرة، ما نساوش باش متحرقناش، متحرقش البصلة من الأسفل يعني باش كتجي طيب ديالها كامل مقاد. صافي كنضربو الفلفلة الخضراء والحمراء في المقلاة على البصلة اللي طاحتلنا هي الأولى. هنايا غادي نحكو عليها خمس فصوص توم، يعني بحجم كبير لان البسطيله ديال الحوت كتبغي شويه ديال الثومه. ايوا واللحس وما نضيعو حتى حاجه. صافي كنحركو العصير مزيان مزيان مزيان. انا كنديرو البزار سكين كبير الحاره الفلفل الاحمر التحميره والزعفران، يعني القياس غنكون القياس على حسب الكميه اللي عندكم. ما نقدرش نقول لكم معلقه كبيره ولا، حسب الخضره اللي درتو. صافي هنا قطعت شويه واحد البصلاته هي، ودرت ورق موسى والزيت والملحه فقط. غادي غندير لها هاد الحوت اللي كنتكم داير فوغونيرو، لا عرف سميتو بالعربيه قولوا لي نعطيه الخير. كنقطع هاد القطع صغيره، كله كنقطعو قطع صغيره وكنديرهم في المقله. صافي الحشوه ديال الخضره طابتنا حيدتها. فهنايا ديال الحوت درت عليها قزبور ومعدنوس، وقلت ثلاثه ديال التوابل، كنزيد الفلفل الاحمر والحاره وشويه الكمون والبزار فقط. هذا ما درتش فيه سكنجبير. صافي هنا كنسقط الشعريه الصينيه، كنديرها في الماء بعد ما تغلى لنا، كنحركها مزيان
وكنطفي عليها صافي. هنايا داك نفس المقله الاولى اللي كانت فيها الخضره حيت ما الخضره ورميت فيها لان المقاده جاتني كبار وزدت فيها واحد شويه ديال لاصوص طوماط. هانتوما شتي الخضره درتها كتبرد في داك الصحن الزجاجي صافي. وكنكمل على الحوت، خص الحوت حتى يتشرب مزيان. هنايا راه حيدتها انتما شتوها، كناخد الحامض المصير كنقطعو حتى هو قطع صغيرة، كنحيد من العظم ديالو وكنرمي على الحشوة ديال الخضرة صافي. الحوت مرة مرة بدلكم شي شوكة كتشوفوها. هنايا الشعر ديال الصينية خديتها قطعتها رقة وضفتها على الحشوة ديال الخضر صافي. كنا خط الصوجة كنكبها عليهم، وهنا الحامض العادي كنعصرو على السمك حامضة كاملة، عصرت نص الأول ونصف الثاني صافي. كنحركوها مزيان صافي. دابا مبقاش فيها الماء في الأسفل ديالها اللي تشربت، مبقاش فيها الماء في مرة، كما كتشوف المقلاة هي المقلاة ناشفة صافي. وكنضمو داك الحوت على الخليط الأول صافي. هنا كنشدو الورقة غاد المصافي اللي كتباع في ميركادونا كنحلها، معايا رقيقة بزاف، كندير النصف على الجهة اليمنى على الجهة الفوقانية ونص على الجهة السفلانية، وكندهن بالزبدة اللي مخلطة مع الزيت عاوتاني. كنعاود نفس الشيء بالنسبة لليمن واليسار، اليمن واليسار صافي. كن المهم أنني خصني ندهنها مزيان، وكندير الحشوة ديالتي، وكندير هنا كندير الصفر، كندير البيضة في الجوانب، الزبدة والزيت على الورقة، عاد كندير البيضة في الجوانب هنا باش كتلصق ليا صافي. كنعاود ورقة أخرى تكون سميكة من الفوق، كندهنها بالزيت والزبدة. شوفوا الفم ديالي، أنا كنخدم وأنا كنشد التوازن بالفم راني كنلوي بالفم ديالي ماشي كنلوي بيديا هادي فاش كنت صغيرة كنشوف شحال قدامي كيخدم كيقطع بالمقص كيشد لسانو كيبرك على لسانو ولا كيشد شنافتو كيعضها، ولا كنت نضحك عليهم. دابا انا وصلت لهاد السنة تنى تبليت الورقة الفوقانية تاهي كندهنها بالزيت مزيان والزبدة كتشبع مزيان. هادوك كنعاود نلفها، المهم كندير شي ثلاثة ولا أربعة الورقات من الفوق صافي. هنايا الورقات اللي بقاو لي خمسة الورقات، أنا درت لهم طوليا، درت لهم البيض، هداك البيض اللي كنت دهنت بيه الجوانب بقاو عندي، دهنتهم مزيان ولويت علاش كنعطيوه الشكل وردة. اولا كنشد الورقة كنغطسوها في هداك البيض كامل وكنوقفوها تما كما كتشوفو، وكنلوي بطريقة دائرية وكنحط. هادي اسهل طريقة كاع، اسهل طريقة هو انكم ديروها تما شتو، كنغطسها كاملة وكنعصرها شي شوية ونطلقها ونعاود نلويها دائريا ونحطها، هي كتلصق سير بلاصة تلصق صافي. هنا من بعد ما خرج من الفران ها الوصلة ديالتي وجدات بالصحة والراحة. ما تبخلوش عليا بزير لايك وتعليق وسبسكرايب، هذا فضلا وليس امرا، في امان الله.